مريم اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. شو ثانك هالصور يو، الحلوه؟ ميرسي، ثانك يو، ونعد يعني عم عليكم نودع سنه 2018 بالجمال، فاكيد سنتنا رح تكون كثير حلوه بوجودكم. والاناقه بيها مش بس الجمال، يعني اسم الله ثانك يو، عليك كل اطلاله بتعمليها بتكون اجمل من الثانيه. ميرسي نحن ميرسي، ثانك يو. بنعرفك ومعودين عليك من خلال الببليك اكونت اللي عندك هون على السوشيال ميديا، صح؟ ولكن انت اصلا بمجال البزنس والماركتينج. اكزاكتلي، هلا بتخيل انه كثير بفيدك بهالمجال، بس اكيد كيف بتلحق بين الاثنين؟ كيف بلحق؟ هي كل شيء بتعملي لها تايم مانجمنت، يعني من الصبح لليل بتعم تعطي كل شيء وقته، وما بت يعني بتتاكدي بتقسمي؟ ايه بتقسمهم كلهم وبتتاكدي وبتعطي لكل شيء حقه. اكزاكتلي، يعني ما فيك مثلا تقعدي بتعملي ميك اب ساعتين وتنقي الاوتفيت، لا، من قبل بتكوني محضره وعامله وشغلك كمان، مثلا ميتينجز تكوني مقررتين بهالوقت. سو ما مش على الورقة والقلم، يعني على الكالندر. اكزاكتلي، على الكالندر. Everything is very organized. مش انه كل 5 دقائق بتقولي لهم قلت لكم ما بقى حدا يذكرني بدي نص ساعة بخلص. لا لا ابدا، لا انا كثير اذا بدك نظامية بهالشيء. طب اليوم كان عندك انترفيو، كيف كان نهاري؟ كيف بلش؟ من قد ايه بلشنا نحدد شو بدنا نلبس وناخذ المواعيد؟ اكشلي مقررة من 3 ايام شو بدي البس. فقت اليوم وكان عندي يوغا سيشنز، عملت يوغا على بكره، وبعدين حضرت، لان انا بيروت اطلع لفوق، حضرت الميك اب والشعر وطلعنا. سو ما كان في ابدا انه وقت ارتاح فيه. ايه جاد وساري اولادك، الله يخلي لك اياهم، يعني مبين كيف، بس نحكي عنهم او نقول اسمهم كيف هيك بتتغير ملامح وجهك. اكيد كل الوقت يمكن لألون وبكل وقت موجودين، كنا عم نشوف. على كل حال انت عم تعملي ميك اب كان حدك جاد؟ جاد. ايه هون عم نشوف كمان صور إيه؟ موجودين معك على انستا، على السوشيال ميديا. ايه يعني هن انه جزء من حياتي، سو انا بجرب قد ما فيي انه يكون الاكونت مزبوط، يعني مش انه شيء مش مزبوط او بجرب انه فرجي شيء اللي هو منه واقعي، بالعكس هن انه جزء من حياتي اليوميه. سو بحطهم في جاد اللي اكبر شوي، بحب مستمتع كثير بالاجواء، كثير بحب السوشيال ميديا، بحب يحكي. ساري منه كثير، هيز مور اوف ان انتروفيرت، وبحترم هذا الشيء. سو مرات بيقولوا لي ليه بتحطي جاد اكثر من ساري؟ هي مش لانه بحب حدا اكثر من الثاني، لانه كل واحد شخصيته شيء وبحترم هذا الشيء. اكيد خاصه عم نحكي انه مع الاولاد، يعني في اولاد كثير بحبوا وبينبسطوا، والموضوع بركي بفيدهم بعد اكثر حتى ينموا شخصيتهم. Exactly. وفي اولاد بتلاقيهم لا ما بحبوا اصلا هالمجال. ايه. عاده بس انتوا عم تظهروا لما بتكوني عم بتصوري او مع العائله، بتلاقي انه الصغير بعلق على الامور او لا بس بيقعد على جنب، يعني بينزعج؟ لا بالعكس، يعني هو مبسوط اذا كان جاد عم يحكي هو على جنب، بالعكس يعني انه خلص انتوا خليكم الاضواء عليه. ايه، واذا طلب اكيد بحطه، بس ابدا ما بحب حطه بموقع انه يكون مش مرتاح فيه. يعني بتوجهيهم للمستقبل شو بدهم يختاروا، وين بدهم يروحوا؟ اكيد، يعني انا بتذكر انا وصغيره كنت اقول له للبابا بدي اعمل هيك بدي اعمل هيك، ما كان يقول لي ابدا لا، انه شو ما بدك فيك تعمليه. وهيدا كمان انه بحب وصله بطريقه الانستغرام تبعي، انه مش ضروري تكوني بس شغله وحده بالحياه، فيك تكوني ام، فيك تكوني بزنس وومن، فيك تكوني انفلونسر، فيك تكوني جود ويل امباسادور، فيك تعملي كل هيدا الشيء إذا بدك، إنه ما في شيء إنه السوسايتي تقول لك تكوني حلو. أبداً، فيك تكوني كل شخص يكون كثير بيساعد الإنسان والآخر، وهذا كمان اللي بتعمليه من خلال الـ SOS. أكيد. خبرينا كيف بتقضي وقتك معهم، ليه اخترت الـ SOS بالتحديد؟ ليه اخترت SOS؟ لأنه أنا كل شيء خاص بالولاد نقطة ضعفي، بحس إنه قد ما فيك تساعدي حدا من عمر صغير قد ما فيك تساعديه يعمل فيوتشر احسن له وينمو حاله يصير احسن. عشان هيك انا اخترت SOS، وهن موجودين بكل العالم وكثير بروفيشنال، وعندهم يعني خصوصا بعالم العلبه they are بكل المحلات. بقى كثير حلوه الرساله يلي عم بتوجهيها، وانت بتاثري، يعني اكيد الفولورز عندك بيتاثروا بالصور، بيتاثروا بكلامك. مريم كيف بلشتي؟ كيف كانت البدايه؟ لهالقد يعني وصلت لهيدا المرحله؟ فكره هو شغف؟ هي السوشيال ميديا ان جنرال، ولا عم تحكي التشاريتي؟ كسوشيال ميديا، كانستا.
صراحة أبدا 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 ما كانت ببالي. كنت بدبي، بلشت شغل هونيك، كنت أشتغل يمكن 13-14 ساعة بالنهار. وفي شخص من مجلة هاربرز بازار اجت قالت لي انه انا بدي اختارك، بس دايما يعني اللبس الصبح بلبس ماي يعني الاوتفيتس، كان دايما تشوف تقلي واو يو دريس غير عن العالم. وكنا نحكي بس انه ما كان في ابدا بلان انه تصير انفلونسر او بلوجر. اجت نهار لعندي قالت لي انا بدي اختارك تكوني one of the best dressed women in the Middle East، تقبلي بهذا التايتل؟ قلت لها اكيد انه مين ما بحب. سو بلشنا الفوتوشوت وحسيت انه كثير ناس شجعتني، وانا من نوع كثير بحب انه اعطي رايي او شير ماي ايدياز. يعني ما عندي انه مثلا وين جبتيها الا انه ما بعرف، انه بحب دائما او شو البارفان اللي حاطيه مخلط اكزاكتلي. بالعكس على كل شخص رح تطلع ريحه مختلفه، انا كل حدا يعني بيوصل الثياب او الفاشن بطريقته. اكيد. سو لما قالت لي لما خلصنا الشوت قالت لي افتحي البيج تبعيتك اذا انه جربي، وصراحة كثير أخذت encouragement يعني من العالم حوالي، وهيك بلشت يعني بالصدفة، مش إنه كنت إنه عم حضر لها أو شيء بالصدفة. بس يعني في كمان شغف كثير كبير للموضة اللي ساعد إنه هالإطلالات والصور يكونوا دائما. أكيد نستفيد اليوم من الأفكار سنتيا ضروري. يعني خلينا هيك قبل ما ننتقل على المجلات، لأنه كنت على cover magazines، بس بالبداية اليوم صوري كلهم بنلاقيهم كثير هيك عفوية، ملاحظ اللوك كثير حلو. بتشتغل كثير على هالموضوع او لا؟ كمان يعني على الانستغرام صارت انه لا مش انه اليوم لازم نزل صوره ولازم فكر باللوك، كيف انت بتكون عم تظهرك اليوم؟ بتاخذي صوره او بتاخذ وقت؟ يعني ثلاث ارباع الوقت بجرب، انه اكيد بس تقدري من بيت تعمل افور اكثر، بس ثلاث ارباع الوقت بجرب انه يكون الاوتفيت انه مثل ما انا بكل يوم. هيدا كمان هدفي انه مش كل شيء يبين مزيف او ما انه مزبوط. هيك بلبس اليزيز مع الكوت، انه هيك دائما بخلط وبكون يعني مثل ما شفتوني على الانستا ستوري، بعد نهار بتشوفوه على الانستغرام عادي. يعني انه على كل حال يعني مثل ما قلت انه البدايه كانت هالقد صدفه، هالقد الشغف يلي انت بتعيشي بيومياتك وصلك لتكوني حتى على غلاف مجلات بريطانيه. في فيديو رح نتابعه نحن وياك ميريام، ومن بعدها اكيد بنرجع بنحكي عن باقي المجلات. واو، كنا عم نشوف هيدا الفيديو من المجلة البريطانية سولستس ماجازين. بين قد ايه عندك شغف، يعني هيدا الحب والشغف للموضة لك لوين وصلتي؟ خبرينا ليه اختاروك لغلاف هالمجلة؟ هي فيديو بقلب المجلة. ليه اختاروني؟ يعني بفتكر لأنه كانت افور من تيم عملناه سوا، و هو الفيديو مبين قصير بس اخذ كثير وقت، وكان كثير برد، كان بعلي. بس عن جد بحس اذا بتعمل شيء عن جد بتحبيه مع عالم يكونوا يعني مثلك، انه عندهم الباشن بالشغل وبالموضه دائما بيطلع الشغل. جمالك عربي مريم صح؟ يعني عندك هالتكوين. عندنا الاثنين. حتى لما شفناها هون بتذكرينا شوي بالمودلز لما نشوفهم بالخارج، يعني بحس بيختلف كمان حسب الميك اب يلي بينعمل. صح. واللبس. صح. بغير اللوك. بغير اللوك شوي من مونيكا بلوتشي شوي. بس التجربة كيف كانت؟ يعني لان نحن بنعرف انه مع الميك اب مع الشعر الاضاءة للتيب والتصوير بيختلف، خاصة للاشخاص المعودين على هالموضوع. اكيد.
كل شيء يعني انا يعني بحب كثير يعني بس انه بحس في افور صار مع ناس عندهم ذات الشغف نتيجه اكيد رح تكون نتيجه دائما بتكون بتجنن ومش انه اخذنا وقتنا وبنضحك سوا ويعني وفي حتى اختلاف بالراي لا هيك مش هيك بس انه بالنهايه بيصير الريزلت كثير كثير حلو حلو أي. كيف كانت التجربه مع بازار اريبيا مع ابنك كوفر ماجازين؟ هيدي صراحه يعني بحسها من اكثر شغلات يعني انبسطت فيها هالسنه لانه هي هابرس بازار من اكبر مجلات بالميدل ايست وهن بيشوفوني انه كأم بس كبزنس ومن كمان وهن بحبوا دائما يحكوا عن هذا الشيء انه مش لازم حدا يكون بس مختص بالموضه او بالجمال ايه بقى بحكي بنحكي بالبزنس بنحكي بالاستراتيجي بنحكي بالموضه بنحكي بالولاد بنحكي بكثير قصص شو بيقولوا لك شو بينصحوك بينتقدوا الصور بيقولوا مثلا لا هي ما تنزليها هون مبينه احلى لا ابدا نو نوت ريلي يعني عشان هيك بفتكر انه هن بالاختيارهم كثير عندهم رايهم الخاص بقى واشتغلت معهم على كذا شغله وهيك يعني طلعين لامهم بس ابنك اول ما شاف الكوفر ماجازين شو قال؟ شو قال جاد وقتها؟ استغرب انبسط لا جاد معود يعني جاد كمان بيعمل دعايات النتيجه اكيد بحطها كثير حلو ايه الصوره ايه ايه بقى دائما اذا بنعمل شيء جاد كيف بيفتخر وبيحكي لاصحابه انه صرنا هون ولا معلمته وكل شيء عاملين لك فولو معلماته واصحابه على انستا؟ في مره بعثت لي معلمه انه هاي انا معلمته لجاد بالمدرسه بس قال لي جاد تو فولو يو سألت له يعني شفته عم يشتغل لي عم يعمل لي يعني عم بوسع شطور عن جاد جاد كثير بحب هذا الشيء اول ما فت على المدرسه دغري زاد الفولورز دغري يعني وهذيك المره قالت لي معلمه انه انت بعرفك انه بتاكلي كثير هيلثي انه انا هن بيصيروا يعرفوا من السوشيال ميديا كيف بيطلع اسرار ان شاء الله لا يعني من داخل البيت ان شاء الله لا هيز هو هيك انه بيفتخر بهذا الشيء طب نحن اليوم بدنا نطلع اسرار بلشنا انه انت حدا بيأثر كثير بكل الفولورز بكل الاشخاص اللي بيشوفوا صورك وطريقه حياتك كمان اذا في صبيه هلا ببدايه المشوار وحابه تتعلم منك تاخذ بعض النصائح بالسوشيال ميديا يعني انا برايي اهم شيء تكوني يعني بي يور سيلف تكوني مثل ما انت على طبيعتك ما يعني انا اللي بزعجني بالسوشيال ميديا هالايام انه في كثير قصص منها مزبوطه واكيد ما بحكي اذا كنت زعلانه وعم ببكي اكيد ما حاحطها على السوشيال ميديا بس انه في قصص طبيعيه شخصيتي رايي انه يكون حدا مثل ما هو بالحياه لانه هيك العالم بتحبك اذا لانه خلص السوشيال ميديا صارت موجوده وين ما كان العالم صارت تعرف بس يكون في شيء طبيعي او اذا بكون في شيء شوي فيك بس اليوم للاسف صرنا بعصر صار فينا نفرجي شو عبالنا نحن نفرجي فينا مزبوط. نخلق هويه خاصه نحن فينا بس من خلال الصور ونحن اصلا بالحقيقه منا هيك مزبوط شو بتقولي لكل الاشخاص اللي عم يتبعوا هالطريق يعني هذا بالنهاية أنا ما في يعني كل واحد بيعمل اللي هو بيرتاح فيه بفتكر بس إنه وفي يعني حتى أنا الفيج تبعي في ناس بتحبي وفي ناس ما بتحبني هذا الشيء كتير طبيعي هذه هي الحياة هيك بقى انه بقول لهم انه جود لك انه من ناحيه ماركتينج ممكن تمشي فتره قصيره بس بعدين توقف انه يعني بفتكر يعني ايه يمكن يعني انا برايي القصص المضبوطه يعني بكل شيء بالحياه بالريليشن شيبس بالكيف بتعطي نفسك او بتظهري للعالم كل شيء مضبوط بداين كل شيء فيك انا برايي ما كثير بتضايق كثير حلو انك احترمتي كل الاشخاص اللي هن على السوشيال ميديا انه هن كل واحد بيختار طريقه وبيختار حياته اكيد فور شور اكيد 2018 عم نودع رح نستقبل 2019 بشتاء وبسقعه في الوان معينه دارجه في ستيل معين هيك ضويلنا عليه اكيد اللي كالوان بفتكر يعني اللي جاي هلا كل الوان الوايتس البيج هن كثير كثير دارجين حيكونوا 2019
اللي كمان كثير بحبه هي الفيك فير. بحب الالوان القويه يعني الليوبار الريد، لانه اذا لبستي جينز وسنيكرز بتحطي فوق ثيابك دائما بتعملي ستيتمنت حلو. انا بحب الالوان مش دائما بس انه بحب اعمل ستيتمنت. وهلا عم نستقبل السنه الجديده بقى لي لا حلو نضيف يا الابيض نستقبل بالابيض، يعني نحن عم نحكي وكلنا لابسين اسود وابيض عن جد من الاول. هلا نحن لانه عم نودع بنستقبل بالالوان. ايه واللي كمان كثير دارج حيكون السنه الجايه كمان ليوبار، انه شفنا كثير السنه الماضيه ليوبار وسنيك سكين وكل شيء انيمال برنتس، وحيضلوا ليوبار برنت للسنة الجاي. بس مثلا بس دارج الانيمال برنتس او كمان رح نشوف الفلورال؟ بنعرف انه في اشخاص مثلا ما بحبوا كثير الفلورال صراحه، ما بحس انه ما بحس شتويه كمان صح؟ اكثر جيومتريك بيكون او بالوان غامقه. في فلورال ما شفت، بس كمان اللي كثير بحبه هو لايرينج، يعني تلبسي شيء فوق شيء فوق شيء مع سنتور بتغير اللوك كومبليتلي. هي مثل ما اليوم عامله، مثل ما اليوم عامله الشميز مع الكرافات مع كمان الكورسي. انه حلو انه بتغيري وبتكوني دائما بيت ديفرنت ذان ذا ريست. شعر ميك اب شو في هيك قصص؟ قبل الميك اب انا يعني معروفه انه بهتم كثير بماي سكين، يعني اهم شيء قبل كل شيء بحس السكين لازم تكون دائما نقيه، هيك نقيه وناضره. بقى اللي بستعمله دائما كل يوم صبح عشيه بالتنظيف هو السكراب للوجه، بس يكون مش قوي وكثير بيساعد على تكون دائما وجهك بشرتك هيك حلوه. حلوه اكزاكتلي. ميك اب صراحة ماني هالقد شاطرة، بحط ماسكارا و هلا هيك بتظهري بيومياتك يعني ما كثير ام نوت فان. بس برايي كل ما تحطي قصص خفيفة بالنهار وبتقوي مثلا اذا عندك شيء بتبيني دائما غير. تمنياتك لسنة 2019 باخر اللقاء شو بتتمني لك لعائلتك لكل اللي بحبوك وبتحبيهم؟ انه اكيد ان شاء الله تكون سنة خير على الجميع، وان شاء الله كل الاحلام تتحقق، وان شاء الله كل حدا يكون عنده شيء انه يعمله وما يكون مقيد بشيء لا بالسوسايتي ولا بالهاجس اللي بتحطيه براسك. ان شاء الله كل حدا انه بس تشتغلي على شغله ان شاء الله الكل يوصل على اللي بدهم اياه. مريم عبادي اهلا وسهلا فيك بيفتح للحياه، كل عام وانت بخير وان شاء الله اكيد بتلاقي كل شيء حلو مثلك بسنه 2019. ميرسي ثانك يو اهلا وسهلا فيك. يا هلا بريك وبنرجع خليكم معنا.